وعلى هامش وزارة بالأخبار مستجدات لقاح فيروس كورونا، تنضم إلينا من الرياض استشاري الأمراض المعدية الدكتورة فاطمة الشهراني. بداية دكتورة أرحب بك. دكتورة، دعنا نبدأ من الإجراءات السابقة للتسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا، كيف تتم تلك الإجراءات؟ السلام عليكم، أشكركم على الاستضافة، يعطيكم العافية. طبعا احنا نعرف انه الحمد لله اللقاح هو نعمة من نعم الله تعالى صراحة. احنا نعرف انه كان في أوبئة في الحياة حصلت قديما يعني واختفت بشكل كبير مع اللقاحات والتطعيمات مثل شلل الأطفال وجدري المائي. فبالنسبة للتسجيل لقاح كورونا اللي هو فايزر، الحمد لله عندنا سهولة بالإجراءات، هي تطبيق الجوال تطبيق صحتي وسهل التسجيل فيه، وإذا كان ممارس صحي ممكن يسجل عن طريق تطبيق أنات، هي بس ندخل بيانات وبعدين الحمد لله تطلع المواعيد ويحدد الوقت المناسب وترسل رسالة على الموعد. وبالنسبة للإجراءات هناك جدا فيها يسر وفيها ترتيب وتنظيم، يعني الأمور الحمد لله فيها يعني من الترتيب والتنظيم ما نشعر فيه بالفخر الحمد لله. شخصيا أنا جربت يعني أخذت التطعيمة قبل كم يوم، يعني كان شيء رائع صراحة. الأرقام المعلنة عن الإصابات وحالات الشفاء والمنحنى الوبائي ومن خلال ما تابعناه من أخذ اللقاح المضاد لذلك الفيروس، متى نستطيع بإذن الله أن نصل إلى خط النهاية؟ طبعا احنا نحتاج نحصل تقريبا 70% او 80% من المجتمع حتى نقول انه ان شاء الله نكون اوت اوف الجائحه يعني. ومع التواجد التطعيم انا انصح الجميع انه يذهب يعني ياخذ التطعيم لانه موجود الحمد لله والتسجيل فيها فيه يسر. احنا نبغى الحياه ترجع طبيعيه، يعني الناس تسال متى نقدر نسافر، متى نقدر نعيش الحياة طبيعية وما يكون فيها قلق ولا نقعد بس نفكر بالتباعد الاجتماعي وهالأشياء. فإن شاء الله مع توفر التطعيمات الأمور بتكون أفضل ويعني نقدر نقول قريبا نهاية الجائحة. نعم، إذن جزيل شكر لاستشاري الأمراض المعدية دكتورة فاطمة شهراني، شكرا لك.